لقطات من مباراة الجيش الملكي ضد الدفاع الحسن الجديدي، ولا ذكر الدفاع الحسن الجديدي. انا عندي بعض اللقطات يا سحسي، يعني واحد اللقطه ديال التسلل خانت السي تايب اللي معروفه عليه الحاله ديال التسلل كيضبطهم، هنا خانتو هذه الحاله هذه ما فيهاش التسلل نهائيا، لا ما كاينش ليش. هذه بحال الحاله ديال العيون ديال الانطلاقه. الى شفت نعاود النقطه الله يخليكم شويه عليكم، هنا خانتو في انتظار اللقطات. هذه اللقطه الى شفتي هنا راه الكره خرجات واللاعب ديال الجيش راه واقف في الوسط، واحد اخر فضعي التسلل من ليه، ولكن ما ماشي الكره ما غاديش عنده. الا شفتي هنا راه الكره خرجت، يعني غير معقول بحال التسللات في مباراه قمه ديال القسم الاول. هنا بصراحه هنا خانتو نشوفوا اللقطه الثانيه ديال مباراه الجيش الملكي ضد الدفاع الحسين الجديدي. هنا واحد اللقطه ديال لمسه اليد غير متعمده، ما كاينش التعمد هنا، اللاعب قذف ولكن هنا اللاعب دور وجهه خايف من الكره ما شافهاش، ولكن ما كاينش التعمد هنا. هنا الجيش طالب ضربه جزاء. ايوا الكره اللاعب ما شافش الكره، هنا يعني قصوا في الدول لكن في الدول لكن ما كاينش العمد. شفنا هذه القضيه السنه الماضيه وكتذكر وتذكرنا في وسط المقابله. شوف الهدف ديال الدفاع الحسن الجديدي هو كذلك الهدف، طالبوا اللعاب على انه كاين تسلل. هنا شفنا الهلال الاولى كاين، لا يتهزوا يديهم باغي فليكس هنا، ولكن انطلاقه سليمه من الخلف يعني ما كاينش التسلل. ورغم ذلك اللاعبين كيهزوا يديهم على لانه هنا عند الاستلام كيبان بانه في سابق اللعابه كل شيء كيهز يديه، ولكن اصابه مشروعه وانتصار ديال الحسن الجديدي مشروع. وعلى ذكر الدفاع الحسن الجديدي فاتصلوا بنا 4 أو 5 المحبين من الجديده يوم السبت، ما فهموش علاش الناس تيردوا انتصار الدفاع الحسن الجديدي لعدم قدره الجيش الملكي هذه السنه. وحتى واحد ما تكلم على قيمه الدفاع الحسن الجديدي، فبقى فيهم الحال علاش بزاف الناس يدعوا على الفرق الكبرى اللي ماشي في مستواها، بدل الكلام على الدفاع الحسن الجديدي اللي منذ 5 سنوات هو في مستوى كبير. كنظن انا ربما حتى في التحليلات ديال بعض المحللين كيشيدوا بالمستوى ديال الدفاع الحسن هاد 3 سنوات الاخيره هو كيلعب بالنسبه لهم السنه الخامسه ومازال تيقولوا مفاجاه الدفاع الجديد. العامين الاخيره السنوات الاخيره بينوا على انه فريق كبير. دابا انا وعدت الجمهور الجديدي اللي اتصل بي يوم السبت بان يوم الاثنين ساشيدوا بالدفاع الجديدي واهنئه على النتيجة هو انه 4 انتصارات الصف الاول ب 12 نقطة و 4 انتصارات واشيد باستجابة السلامي، هذه لاعطاء الحق للجديديين. ندوزو لمباراة الوداد ضد الجمعية السلوية واللي عرفت نتيجة مفاجئة. مع كل اسف التسلوي ما يعجبوش الحال، ولكن نتيجة مفاجئة للانتصار الدفاع. هنا الحالات اللي ذكرنا هنا العكس، كاينين الحالات ديال التسلل ما كاينينش وعندنا عليهم الحكم المساعد. هنا الى هذيك بحال اللي زول الاصابه. ايوا المهم حاله التسلل ما كايناش، نعاودوها ربما نعاودوها باش نعاودوها. الله يخليك هذه الحاله ديال اول حاله التوقع ديالو هو الدقيقه 14 ديال الوداد ضد الجمعيه السلويه. حكم مساعد التوقع ديالو كيكون سابق شويه الثاني اخر مدافع. الا شفتي لقيتها هي هنا خرجت الكره نهائيا تسلل، كاين مدافع اخر من هنايا وعند الانطلاقه ما كاينش التسلل نهائيا. كاين حالة أخرى، نشوفوا الحالة الثانية 7 دقائق بعد ذلك، دقيقة 21، حالة أخرى في مباراة الوداد ضد الجمعية السلوية. حتى هي ما فيهاش التسلل، غادي نشوفوها. وين عليها؟ في الإعادة اللاعب جاي من الخلف، هنا الكرة راه خرجت، وكاين هو اللاعب هو دخل في أقصى الصورة. حتى هنا ما كاينش التسلل. تنظن هنا الحكم جيد، الحكام المساعدين ديالو توقفوا الاسبوع الماضي. ما عنديش هادو ماشي حكام مساعدين ديالو، هادو حكام مساعدين ديال العاشري. واخا رغم ذلك كما كان الحكم المساعد فاش يكون في المقابله يكون معك ولا ماشي معك، خصو يقوم بالمهمه ديالو بغض النظر. يعني اللي بغيت تقول جيد ما عندوش الحظ في الحكام المساعدين. ايوا هذا كنظن هنا هو ما عنده حتى دخل في هذه اللقطات، لانه الحكم المساعد كل للاسف هذه اللقطات غيروا ومشغل المباراه. دقيقه 52 من لاعبين مباراة الوداد ضد الجمعية السلوية. هنا كاين واحد الخطأ ارتكبه المدافع ديال الوداد، ولكن الخطأ ترتكب خارج المساحة ديال العمليات. هنا كاين العملية ديال الدفع، اللاعب من بعد طاح لداخل. هنا راه علن على خطأ على برا من المساحة ديال الحكم وعطى إنذار، لأنه كاين شك واش الوقيته ديال الدفع كيبان بحال عنده الحق الحكم. لا عنده الحق لأنه أعطى إنذار وخطأ خارج المساحة ديال العملية. غنمشيو للدقيقة 57 تكون هذه آخر لقطة من مباراة الوداد ضد الجمعية السلوية. هنا كذلك واحد لمسة يد ما متعمداش، غادي نشوفوها غتجي من
ضد اللاعب ديال سلا هنا عند التمريره الا شفتي اليد ديالو مع الجسد ديالو ضربات فيه اللاعب ما عندوش النيه يلعب الكره هي الاعاده واش لا هذا واش لا لانه اليد ديالو جايه مع الجسد ديالو هو نعم. ما لعبش الكره بالنسبه لك تجزم ما كاينش ضربه يعني تحكم جيد كان ممتاز بغير الحكام المساعدين اللي كل الحالات اللي الحكم المساعد الاول اللي زول جوج جوج تسللات ما كاينينش نهائيا ولكن التحكيم ديال الساحه كان مزيان. شوف مباراه حسين اكاديم على كوكب المراكشي هناك ثلاث حالات وفي نفس السياق اتصل بنا السي عبد الله ابو القاسم راه عنده ثمانيه نقاط ماشي سبعه حيت بعض وسائل الاعلام نقصوا لحسين اكاديم نقطه والسي ابو القاسم مع جوج الحال فقلت له الحمد لله ماشي وسائل الاعلام زيد يديروا الترتيب ما تخافش السي ابو القاسم راه الجامعه محفوظ وعندك ثمانيه نقاط ماشي سبعه نشوفوا لقطات ثلاثه ديال مباراه حسين اكاديم مع الكوكب المغربي الدقيقه الثامنه. هنا كذلك كان الاحتجاج على واحد الحاله ديال التسلل اللي جابت الاصابه ولكن الانطلاقه ديال المهاجم كانت سليمه لانه اللاعب هنا غنشوفوا فاش الكره جايه هنا راه جايه في السماء اللاعب ديال الكوكب هز يده وخارج يعني الوقت اللي المهاجم داخل اللاعب خارج يعني كان اللاعب الكوكب داك له رجوع حتى خرجت الكره هذا من الاخطاء ديال بعض الناس اللي يديروا بعض هنا الاصابه مشروعه نشوف الدقيقه 11 هنا كذلك كاين فيها التسلل واحد الحاله احتجوا عليها اللاعبين ديال الحسنيه ولكن غنشوفوا من بعد بان اللاعب انطلق مضعيه سليمه وان الحكام المساعدين كانوا على صواب لانه كاين مدافع اخر غنشوفوا في اقصى اليسار ديال الصوره هنا واخا الصوره عندنا شويه ها هو المدافع غيبان هنا ها هو حنا دورنا عليه هنا هنا راه في وضعيه سليمه المهاجم مع هذا ما كاينش نهائي ما كاينش تسلل مع العلم ان الكره راه جايه في السماء منطلقه هنا القرار المهاجم كنعطيها للجويعه هنا القرار ونشوفوا الاحتجاج اللاعبين كاملين كيحتجوا بحيث مشاو حتى عند الحكم المساعد كيحتجوا عليه خرجت الكره للزاويه ومازال الاحتجاج ما عندهمش الحق نهائيا غنمشيو للدقيقه 57 من مباراه حسنيه اكادير ضد الكوكب المراكشي هنا كذلك واحد الحاله ديال التسلل وخلاها الحكم المساعد عنده الحق هنا ما كاينش تغيير المجرى ديالها في السماء من المهاجم الثاني لهذاك هذا اللاعب هذا الى من القذفه الاولى هو داخل مع الكره يعني ما كاينش لا ديفياسيون ما كاينش المهاجم ديال الكوكب غير اللي ربما نعاودوها جي الكره في السماء مباشره من التمريره الاولى ديال الخطا مشى لها هو تبعها هنا كاين اللي كيظن على انه كانت التغيير ديالها في الكره الثانيه ولكن ما قاصها حتى واحد غادي نشوفها من الخلف هي بانت من الخلف مزيان هنا راه كاين ضربه خطا هنا اللاعبين تهزوا بجوج ولكن ما تحل ما لمس الكره هذا اللاعب اللي دخل كان ديفيا شي واحد تكون كان ديفيا هذا الثاني المهاجم كان تسلل لان كان ديفيا دخل ولكن هذا جاي مع الكره قبل هذا ما كاينش تسلل هنا القرار صحيح ديال الحكم غنمشيو لمباراه وداد فاس ضد الرجاء البيضاوي ثلاث